مخرجات هذا اللقاء، اولا تم حسم الجانب المالي المتعلق بالمراجعه يعني الشامله والتعديل يعني الجذري لمقتضيات النظام الاساسي اللي خلق احتقان عند الشغله التعليميه. هذا فقط الجانب المالي واللي كان مهم وكان اساسي، لانه دائما كنا كنقولوا بان اصلاح المدرسه العموميه يقتضي اصلاح ديال الاوضاع الماديه والاجتماعيه ديال النساء ورجال التعليم. اكيد مازال شوط ثاني ومرحله ثانيه مرتبطه بكل المضامين والمواد الاخرى اللي ما عندهاش علاقه بالاثار المالي، ولكن كنعتبروا اليوم بان كاينه خطوه مهمه على مستوى يعني تحسين الاوضاع الماديه والاجتماعيه للنساء ورجال التعليم، لا فيما يتعلق بالزياده في الاجور اللي كتبلغ 1500 درهم صافيه، لا فيما يتعلق كذلك بتعويض الفائده الثانوي التاهيلي 500 درهم صافيه، تعويض الفائده المساعده للدارين والتقنيين 500 درهم صافيه، تعويض كذلك لفائده المتصرفين التربويين 500 درهم صافيه، وكذلك يعني الدرجه الممتازه الرتبه الخامسه 1000 درهم صافيه. دونك كنعتبروا بان هذا الشيء ايجابي. الان خصنا نكملوا العمل بنفس الوتيره بنفس الروح وفي اجواء اللي تكون ايجابيه كذلك، لا من حيث من داخل الحوار ولكن كذلك في الساحه، حيث انه اليوم للاسف المؤلم وانه في ظل هذا الاحتقان ابناء شعبنا خصهم يستافدوا يعني من 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 من, من تعليمهم، وخصنا الحياه ترجع للمدرسه العموميه يعني تكون يعني المرحله المقبله ديال التفاوض أساسية من أجل أنه نجاوبوا على كل التطلعات والانتظارات ديال الشغلة التعليمية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.